أمام فريق رجاء البيضاوي المغربي بهدفين للا شيء. الهدف الأول سجل عند الدقيقة 9 من تسديدة يسارية قوية حملت توقيع اللاعب يوتشي كالو، وهو الذي دون بالمناسبة رابع أهدافه في هذه المسابقة الإفريقية في دور المجموعات. والهدف الثاني حمل توقيع شيدوزي جونسون في الدقيقة 27، هدف أيضا تتحمل فيه أو يتحمل فيه الجانب الدفاعي مسؤولية كبيرة. هدف للا شيء إذن كان عنوان الشوط الأول بالنسبة لمباراة أنيمبا النيجيري وضيفه الرجاء البيضاوي.